انت مكلخه خويا قبل بك خويا راه ندير معاك المزيان دير الخويا بحال هكا انيزا ولي مثلو كيبوسك لي فهمتي كيبوسك رجلي انت اللي خاصك تبوسي خويا رجلو حيت خويا ماي ما كان مزيان اصلا شو هو بينا انت ديالك الله فهمتي الله يعطيك الدل بين قوسين مراتي يلاه شنو كاين ملي تزوج بانت هذيك الساعه هضر دابا من الاخر الا بغيتيني نطلق انا ومراتي قولها ولا حول ولا قوه الا بالله هادشي اللي غنكبر بغيتي نديرو شي كومبا ما عنديش مشكل بغيتي تكومبا انا وياك ما عنديش مشكل الواحد يموت على دارو ولا على بلادو ولا على ولادو اللي كنعرف انا مزيان وجب ليا مراتي راه ملي غنطلق انا وياك ما غنرحموش شوفوا ولاد خميس هذا شنو داروا ليا مالي ما بيح حتى كيتهداو عليا علاش كيهاروا ليا المدام ولاني ماشي مشكل واش الاصدقاء لاباس الامور بخير المسائل وما هذوك المهم سيدي العريس والعروسه سالاو لهم الافكار وتقاداو لهم وداروا العائله هذا كيرد على مو مو كترد عليه خرج واحد خوه من باه وشويه غيخرج شي خالو من مرض جدات باه ويا غاده المهم القصه هذه ما عمرها ما غتسالي وهاد العائله الملقطه ما عمرها ما غتسالي وقبل ما يبدا هذا الفيديو الجميل ابونا وفعل زر الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد كما واش انا لواحد الموضوع على مسيوسه من الاخر ما حملاتنيش نقول لها السميه هادي ولكن انا غنبقى نقول لها بحال ما هكا مسيوسه المسمومه فهمتي سمعي سمعي واحد الكلمه بغيت نوصل لك هذا الميساج هذا سمعي مزيان شنو غادي نقول لك باش تدخلي عندي انا البريفي تسبينا راه تسبيني دابا بلاتي بلاتي واش تسبينا ولا تسبيني ما تسحرتوش واقيلا ياك وليو تسحروا الله يرضى عليكم وباش تعرف هما مسحرينش دير كاسكيطه في وسط الدار فين هي الشمس اخويا ديال ديك الكاسكيطه واش كتحب راسك كتبرونزه في الوالديه امك من الاخر واش فهمتيني ولا لا حيت انت اللي ظالماني ماشي انا اللي ظالمك انا كيدوي معايا خويا بريفي قلت ليه دن دن دويش معاه بغيت نصحب واحد الكلمه شويه تجاوبني هي تسير قالت لي ما على الاقل احترمي اخويا ما تقرايش لي الميساجات ديالو احترمي واحد شويه ما تكونيش كتنقزي احترمي صافي اخويا غتكالم تكالم واحد شويه جيبوا لي شي مودي ولا شي حاجه راه السيد غير تفرقع من راسو صافي اخويا ما تعصبش غير كون هاني راه غادي تحشارمو غير بقى لينا على خاطرك انت وهاد السيد قباعه بحال شي بحال اكثر من هاد اللون هذا مقلقه مثلا هذا احسن منه ومقلقه شي مقلقه مقلقه خانزه خانزه انت خانزه واش فهمتي خويا اللي كيدوي بهاد الطريقه ماشي راجل خويا حتى هو اللي عطاك التليفون تقلبيه ماشي راجل كون كان راجل كاع ما يعطيك التليفون تقلقيه مع تجزي التليفون تقلبيه غندير لك تيسير تريحي بلاصتك كازا وي حقيقي دوريجين هذا هو الفرق بين فاش كتكبر في كازا وفاش كتكبر خارج كازا وكتربي هاد الميسطاش صغيور بحال ديال زورو موسطاش وداير بحال دوك القواس ديال باب مراكش حاضرين الناس كلهم والعائلات ودفعوا علينا حتى حنايا وبالحاله المدنيه وفهمتيني حلالا يا رسول الله وقع سوء تفاهم ما بين الزوجين واش فهمتيش بغيت نوصل لك ولكن حنا الابناء كنسامحوا لوالدينا انتي مالك شنو درتي نتي بغيتي تضربيني بهذا الشيء شفتي دابا نتي بغيتي دي تقولي لي تكريكيتيني باش تريكيتي كيت تريكي تريك كريتيكيتي خويا اش بغيتي تقول راك دايخ ودوختينا معاك الله يدوخكم كاملين كريتيكي كريتيكي كمل كمل هذا الفيديو بالمشاكل ديولي زدتي عليها من الكونت ديال نبيل من الانستغرام ديال نبيل سعد نبيل قلتي لي المسخين ما عندكمش حتى باش تشريو قهوه اسكت وهذه كان عارف في المغرب شو على هذيك اللعيبه شحال وصلنا شي لهاد النيفو ديال المسخه انا اصلا ما سوهتي بكنيته انا سوهتي بينا الله ينعلبوك يا نزار سوهتي بينا الناس هادو الناس يتناسبوا معاهم الناس هاد الخنز هادو الناس يتناسبوا معاهم الناس سبيتي كانت بعزه بسببك انت باش دليتيها غتهد انا خويا عرفت شنو غدير فطر انت كاع يا جوز حلالا طيبه جيبوا لي شي كاره وشي قهوه كحله بجي تكالما هذا راه غنزيدو معاه شويه تلقاه خرج ليك من الشاشه وقالت كيتعشى مع مولين الدار ومالك كتنهج وسخفان بحال الكلب ديال العروبيه تقول لك انت مسابق مع هشام القروز تنفس واحد شويه شهيق زفير شهيق زفير وشرب لك شي كاس ديال الماء لا لا راه نسيت رمضان هذا اش باغي دير شريف لا لا راه نسيت عاوتاني بلي راك واشم وما دايش لك اصلا الصيام غير شرب الماء الا بغيتي تشرب راه ماشي مشكل السلام عليكم انا صراحه ما قررت ندير هذا الفيديو هذا حتى كسر عليا كلشي كلشي ولا باغي يهضر كلشي ولا باغي يتكلم بغيت فهم والو انا دخلنا عليك بالله اش باغي تفهم دايرين محاضره احنا ديال الجغرافيا قال لك السيد باغي يفهم كيسحب راسو كيدير السوايع ديال الباك يمكن خلي ولدك المهم اول حاجه سمحوا لي انا ما كنت باغي نخرج بهذا الفيديو هذا ولكن ملي كنشوف الناس بعاد كيهضروا
والناس القراب كيهضروا، الكائنات الفضائيه كيهضروا، الحيوانات كيهضروا. لا لا صافي السيد كيتحب راسو ولا ستار ديال العالم ودير دوك النظاظر بحال ديال عبد الوهاب الدكالي باش يغطي ديك الكسيده اللي داروا ليه ولاد الخميسات. خلوني نعيش حياتي مع مراتي. اوكي ما نقدرش نطلق منها، انا صابر على هادشي، اي حاجه دارتها مراتي فرحان بها، انا باغي مراتي دير فيا اللي بغات. والناس اللي كيتسحب لهم نزار مدلول، راه مدلول غير قدام مراته، حقاش انا كنحتارم مراتي. مراتي انا ما قدش نطلع فيها العين، انا السبع قدام الناس كاملين، راه ملي كنتلاقى مع بنادم فاص راه ملي كيهضر معايا كيشوف الخبايا ديالي. وكيف ما تلاقيتي مع ولاد الخميسات وريتيهم الخبايا ديالك وتا هما الله يكثر خيرهم ولاد الناس وراوك الخبايا ديالهم، حتى ردوا لك راسك بحال شي خابيه ديال اللبن. وفي الاخر ملي يسلخوا عاوتاني بدا يبكي وبدا يقول لك عافاكم طامنوا معاه، نطامنوا معاه مالو عنده ثلاثه ديال الريوس. وقدام مراتي ما نقدرش نفرض عليها الرجوله ديالي، درت غلط بس ترجين قدام الناس ما بقاش غادي يتعاود، غنعود نبوس ليها رجلي ولكن ماشي قدام الكاميرا. على حقاش نتحدى انا اي واحد ما كيبوش لمراته رجليه في بيت الناس؟ نتحدى انا اي واحد. بالنسبه للبوسان مراتي راه غادي نبوس ليها رجليها بيكم ولا بلا بيكم، ولكن بيني وبينه والله سبحانه وتعالى ما بقيتش غندير داكشي في الفيديو. وبالنسبه للعصا اللي كتعطيني مراتي، مراتي ضربني وما تخلي لي يضربني، هذا هو الكونسيبت ديال هاد خونا هذا، وهذا هو حنان ديريني كلبك كون كانت بنادم. غادي العبوديه وديال العصا بحال الحمار، الناس كيعبدوا الله هو كيعبد مراته بحال مجوج بحور العين. شوف نهضر معكم من الاخر، انا راه نزار، الا كان كيتسحب لكم نادا غتسلخ نزار فراه نتوما غالطين، ما يمكنش بنت تسلخ راجل. انا مراتي ملي كنعنقها كتولي تقول ماري تخنقت تخنقت، ترى خنقتي غير بريحه العرق خانزه صاحبي انت، والله الا شوف كيدير موسخه صاحبي انت. واش انا راجل غتسلخ لي مرق؟ علاش علاش تسقسني وعلاش بنت جاي قلتيها ماما قعدي منا وعرفش قال قطع عليا داك التليفون هذاك قطع عليا وين الشيطان وتطيح حق امك. انا ما كنشوفش الشكل ديالي، انا عارف راسي زوين عاطي العين. اوكي اول بنت مارست مع العلاقه بيني وبينها هي مراتي. انا ما نتمناش لك شي حاجه خايبه، علاش؟ لانك كتبقى خويا، ولكن عافاكم الله يرحم لكم بها الوالدين، بين العلاقه ترجع كيف ما كانت. كنرد على الناس اللي كيهضروا اللي كيبداو يهضروا عليا في التيك توك سمعوا الناس ديال التيك توك واليوتيوب وما جا وراهم. قال لك التيك توك قريف بكيه ديال اتاي، هذه كتولي قضيه رايها، من حقي انا ندافع على راسي. الى قانون كاين هذه القضيه هذه، مراتي تعير وانا نرجع للور. الى زواج هذا هنت مراتي، يخرج الجمعيات يهضروا، يخرج كلشي يهضر، جيت وقفت في الصف ديالها مشكله، ما لقيت انا منين نشدكم. فانا غادي ندير داكشي اللي امر الله سبحانه وتعالى، الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت. بعد من الرسول واش الرسول قال لك تزوج بالسفيره ديال السواده؟ والله يرضي عليك كون شويه منطقي. وبعد من الرسول وكندير خاطر العيالات، فانا كندير خاطر لمراتي، ما تشوفونيش كنبوس رجلي وتشوفوني جالس كنتصرف زوين مع مراتي، فراه كتحكم عليا. راه مراتي ما كتضربنيش، دابا هي راه ما كتضربوش ولكن كتضربو قدام 300,000 واحد، ولكن في نفس الوقت راه ما كتضربوش. راه نادا ما غتصلخش واحد بحال نزار. سير اخويا انت راه ما كاينش الفرق بينك وبين الشكح، هذا راه خصو شي 2000 واحد يقول ليه الله يعطيك الصحه باش يلاه يصحح واحد شويه. ما تخليش البراني يبدا يضحك علينا، جالسه كتهضر عليا في الفيديو وانت انا غادي نجاوبك في الفيديوهات، ما غاديش نجاوبك انا في بريفي، غادي نجاوبك حتى انا في الفيديوهات. ما تحرضيش عليا البيبليك، انا ما تحرضيش عليا الناس، راكم مرضتوا لي المراه، كل مره مريضه ليا. واش بغيتو تقتلوا ليا هادشي اللي بغيتو؟ مرضتوا لي المراه وجالسه كتضحك اللور مسوقاش هي كاع، ولكن راه مرضتوا عليا الكذاب يا مسخوط الوالدين. كنضرب انا ومرتي لي زافير، ما بقيتش باغي مامير، كنبغي غير ندى وصافي. والله نهاد الشيطان والله يحق جدي ما طبت وصحيت النهار. اخويا اش دار لك الشيطان؟ كاينين غير نتوما، اما الشيطان راه مشدود في رمضان مسكين، الله يطلق سراحو، تم ظلوم داك الشيطان. بين قوسين مراتي، على شنو كاين؟ ملي تزوج بنتها ديك الساعه هضر، دابا من الاخر، الا بغيتيني نطلق انا ومراتي قولها. ولا حول ولا قوة الا بالله، هادشي اللي غنقدر نقولها. بغيتي نديرو شي كومبا ما عنديش مشكل. بغيتي تكومبا انا وياك ما عنديش مشكل. جوج كلمات اللي بغيت تشار كومبا، كلشي ولا بوكسر، كلشي ولا بدراري، وانا نجيكم من الاخر. هادشي كامل راه في اطار البوز، مع بداو كينساوه صحيبو الملولي، حتى ولا كيدير داكشي ديال علم النفس وكيقرا الافكار وما عرفت شناهو. كيف ما قريتو في العنوان، الموضوع ديال اليوم هو كيفاش تقرا الافكار ديال الناس، فن التلاعب بالعقول، يعني كيفاش ندير نقرا الافكار ديال الناس وحد اخرين. وهادشي اللي كان وتهلاو.